الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك وافتح لنا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين واستعملنا في طاعتك واجعل لساننا رطبا بذكرك يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربنا إن كلمة دي إسكجا برار جنو أما إن إسكجا شغنو كت على لغة أحكام رمضان كا أو وقت جدي لتشوغو أول أرطا بشهر رمضان وأدوكتهين وركن من أركان الإسلام صوم كيدو أركان الإسلام كرغني كم ذويان وواجب فرض أه أو قف كديدة أو قالوا بهيو سندي لأركب الله بيه توما كبلاد مربو واجب يهي أو بشهر رمضان مركب لجارة أيو واجب يهي سيد الله نول يهي شا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وحال إنك واجب يالي رمضان سيد أمته إنك هو الرئيس إنك هو الرئيس بلغو واجب يالي صيام رمضان واللي يرى هذا أيها اللفت هذا صوم كيغاس أوكال شبه سيد أم وغد تشبيه صوم كيغاس أوكال أو بشاسة أيها الهايين لكن ويب الدليل مركة تشريع مشروع نماذا رمضان تا وتاس قفل بوجي هذا ورغني واجبة ومن أركان الإسلام قرآن يا حديث يا إجماع أمضى إنتوا سداسكوا قدامين إن بشهر رمضان أي تهي صوم كذا واجب فرض أو يهي بني الإسلام على خمس باكم إذا حديث كذي أو نبيه أو شيء شن تطير اللي يرى هذا أركان الإسلام ميت كم دينو يهي او صون كلي او اسلهان اسك واجب ما جرو اسلهان واجب صون ان رمضان هين او اسلهان واجبهم ما جرو ان ددو اسك واجب سمويه لكن نذر واكو واجبا كفاره واكو واجبا جزاء السيد يا وحل مدو كو واجبا واوح سبب واجب السيد اما الصلاه ورمضان وح واجب وصون هل علي غيرها حديث كيدي إن بدن وكم ذاها كم ذا يا نتوسينها يا صون كلا أو واجبة إنه سبب الواجب ما هن مجرو لكن وهل كصوم أو واجبة بدون سبب سنة كين مر واجبة فرض ناء أما رغني حكمة ربانية أو إلهي أوجيها بل هو واجب يجب على إلى هذا يو فائدة بدن باكو شرتا فائدة دي سواها كم إذا حكمة دكو شرتا تيو إمد إيمانية قفكم مركو بشا صون صومو أما طاعة أسبا إنت أو سمين هايو إيمان فرب بدن بو هيل هيا أو زيادة الإيمان مد عبادها كو شرتو هاد العبادة أهان لقارسية وحل وهلو إن العبادة كلب الوهلين أما العبادة أي إنو يهي وحيابة قار الوهلو إلا لجارسية يوصل حديث قالت المام هيان ليلي طبعات كلهم قاتو قف كمركو هرو قيامته جو إد حقوق ذا الغل اللي هي حسنات كسي لسنا يسون كلهم ما درى ليلا هذا من كستو حديث أي المام تي إن قف ك يأتي بصلاة وصيام حديث كذي إمام المسلمي أي ورين هيان صوم كان كستو الغل درى هذانا جمهور تقيب أصل أصله قيبها كتري. مركا وضع على خاصية دكار كه بنال. وحول لي هيبة اللي جرى هذا ميد إجفايدة حكمة وح كتر تجتماع يه. دتك. مركا دكا شاطه. لبف إذا كإيمانه قف كفقير كأيام وحيسن وعنه واد حصوصا. هنا الله ترحم تا كذلا. ميد قارها نهاد زكاة الفطر يو لرجال انت اللي يسكن لرجال يتصدق فرها بدن يو افطار كدت كاين العفرية
intaas oo dhan qayb xagga ijtimaaciga ka imaanaysa oo waxtar ah yaana xigmadaas ahna way ku jirtaa sihatul badan na wuu ku jiraayo rasuulkuna wuu sheegoo sooma waynu fayoobaanay buu yidhi cid walbana waa ogaatay soomka in lagu caafimaado marka xigmooyinkaas badan baa ku jira waxaan rabnaa hadda inaan ka hadalna haddii ilaahay yidhaahdo qaybo dhowra oo soonku leeyahay muxuu ku sugnaadaa soonku oo lagu soomi karaa shardulwujuub iyo shardusixo markuu kugu waajibahayo iyo markuu ka ansaxayo soomku maahiyadiisa iyo arkaanta la rabo in loo ilaaliyo oo niyada iyo imsaaga mufdiraadka iyo waxa la mid ah makruuhaadkiisa iyo mustaxabaadkiisa waxyaabaha sunnada u ah iyo waxyaabaha makruuha u ah oo laga ilaaliyo waxyaabaha badan axdaartiisa iyo ruqsadiisa dadka cudurdaarka haysta inuu soomka afuro ama loo ruqseeyey oo u qaybsami doona qayb ah facidatu min ayaamin ukhara oo inta badana iyo qayb marka horeba ruqsada iyo laysugu daro kafaaro oo mudad ah qaybaha ugu dambeeya oo noqon doona insha allaahu waxyaabaha ka waajiba soomka oo kafaarooyinka ah ama ha ku waajibta qof cudurdaar haysta ama ha ku waajibta qof fasaad sameeyey oo jimaaciya wax la mida ku fasaadiyey marka qaybahaas badan oo uu leeyahay axkaamtiisa yaan dhowr jeer ka hadli doonaa insha allahu tacaala horta soomka awal wuxuu ku sugnaadaa oo ku waajibaa laba shay labadaas wasiilo ama labadaa shay midkood markii la helo yaa soomku sugnaanaya in shahaado iyo ruuyo la helo ruuyo caam ah ama shahaado ama amal qaadii ka dhacday ee qaadi xukumay wa imaa shacbaan inay dhammaystiranto labadaa dariiq buu iyo ku waajibaa ruuyo wa caam ama shahaado qaadi xukumay ilaa shahaado horta goormaa shahaado la yidhaahdaa shardi shahaado marka shahaado la leeyahay ama amal qaadi waa inay ka dhacdo wixii aan qaadi horti ka dhicin shahaado lama yiraa khabar baa la yidhaahdaa waa war khabar laakiin waxay shahaado noqonaysaa marka ay xaakim horti ka dhacdo marka xasiri bay sidaa ugu xasirsan tahay oo nusuusta ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidtiisa faraha badan een xasriga lahayn yaa sidaa u xasirsay lidaalika weliba waxaa la yidhaahdaa xadiid kasta oo ku soo arooray hilaalka inuu lafdul amar ka cabiran yahay iyo inuu lafdunahyi ka cabiran yahay labadaas noqda suumuu liru'yatihi waafdiruu liru'yatihi shardi baa la dabagelino fain quma baa markaa la raacay riwaayad kasta bishii hadday dhalato labad waa in la arko haddii kale haddii aan daruur daboolin hadday daruur dabooshayna tiradii shacbaan dhammaystiraana la yidhi wax cad oo bayaan ahana loo sameeyey ama in nahyi ahaan looga hadloo la yidhi laa tasuumuu xataa tarawu lhilaal ha soomina ilaa bisha aada aragtaan hana afurinina ilaa bisha aada aragtaan haddii laydinka daboolo tirada dhammaystira in nooca loo cabiro ama shardiyo in la geliyo idaa ra'aytumul hilaala fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu faafdiruu saddexdaa siiqo waxaan ahayn kuma imaan ma jirto la heli mahayo idaa hala lhilaalu fasuumuu mid oranaysa bisho hadday bilato labadaa saddexdaa siiqo baa rasuulka axaadiistiisoo dhan ku timid siiqatu lamarkaas ama siiqatu nahyigaas ama siiqatu shardigaas idaa ra'aytum lhilaala fasuumuu wa idaa ra'aytumuuhu faafdiruu fain quma calaykum baa markaa la daba dhigahaya mar walba marka aragtidaas oo ama shahaada
أي وير تاي هالقف الشهادة دي. سيد عبد الله بن عمر أو اللي جاي بيشان أركي مركز عن النبي جو أمر يدك إن لا صوم. حديث كلو أعرابي جنا عبد الله بن عمر لم تسقيينن. لكن أعرابي جوا لا تسقي يوم مركو يري بيشي بان أركي. النبي جو وحو يري إلهي إنه واحد يهاي كل يسمى قرصنته. أنا وإنا رسولك إلهي صادر يسمى قرصنته. ها هبو يري. تسقيه كلو لو يدين هي سقم بتشين. سأسو لكن النبي جو تسقيه. مركزو نبي جو حكومة إنا يتهاي رمضان. أوضت كيرا هلا يا وح يرنيك لورين كري بلا علو أوجيسي دت كإني بري صمت إعلام كان إذا عوين كان جيسي دا يو كلوي مركا إني عركت دا استحي وإما إني تحي شعمان لما يستركيس أو سيدا أو حديث سيدا إنه جوش يكتفرها بدن بشي شعمان أي صدق كذي لما تي labada dariiq ayaa soo koorto ku sugnada ka aragtida oo isugu jira aragti caama iyo aragti shahada mar haday shahada noqoto amaamal qaadi waa inay ka dhacdo oo qaadi xukumo ruyadaas ma ahan ruyo meel kasta hadii laga arko islaamka inuu sooma ay tahay ama uu afuro waxaas oo nabiyullaahi muhammad ayaa noo bayaaniyado inay riyada isku jahad tahay ولماذا بلد هذيك كلفوجي هين أيضاً أركتي ده ضو إسكم مضى هين نبي قال نوشة عليه سلامة وسلام وهو نوشة جاي حديث تأسى خضاب كان لا خضاب هي ذات كأول اللي هي هاي سمو لرؤيته وافطروا لرؤيته لا تسمو حتى تروا الهلال أمر كاسيو كل عهية وهو كل عهية كان حديث تكلا يفسره يسوع حديث القريب يوحى لم يضع يفسره يانو انتي اسكو جهاد جوكتا اسكو عرقتله ايو كود عيا خطاب كاسو انتي اسكو عرقتله لكن مركي دادك عرقتله او كلا دوان تاي او كلا مضلع يهين او كلا اغليم يهين مايا سادح داريق باللو كلا قادة جمهور تقيب واحد كوحد ايان مسافة القسري لابد ما يقول هذه مسافة القسري اسكو جيران ما بجر تبي لي يهين سوم لا اسكو سومي كرم وهواجك او قد ضعيف سن لكن لابد وجه او راجح سن ومضلع laba meelood oo kasta oo qorraxdu u wada dhacdo una soo wada baxdo aragtidaas sugnatay xukumkeeda ay wada qaadanaya laba meelood oo kasta oo ku kala duwan waaga dhalashadiisa ama qorraxda soo bixideeda iyo dhicideedana isma raacaya hakada amarna rasuulullaahi sidaas abdullah ibn umar uu leeyahay abdullah ibn abbas uu leeyahay way nabigu sidaas uu naamray in aanan مال كله كأفرين كنا سومين شام يو حجاز ويكل فوقه وأنا كلام مضلع وواسح ويكله الرجال نم بيكله الرجال حجاز شام ملا يورب لا لا مضلع الله ساعده هل كحجاز مثلا أي سومالي أو كلي أي لا ساعته لكن iskabad da laga hadli mahayo marna waxa la yiraahdaa iqliim ahaan weeyaan oo meeshi isku iqliim ah oo hadda dhulki shaam la isku oran jiro Iraq iyo shaam taas adaa taqaanido maca Urdun iyo Israa'il dhulkaas ay degantay dhulkaas oo dhan hal iqliim buu aha iqliim ka la fiirin iyo madlaca la fiirin labadaas wajba raajaha إقليم كالا فيرين هيا جهاد أس تتكا سادة أنك مثلا نورد أميركو كالا وإقليم بالو أرنكرا إياما يمضل على فيرين لبدا أسباع لبدا وجبة راجعة مركز سيدا للي يهي با واحد اللي يرى هذا اللقاح اللي مهيو تتكا قاردها كلا تشوغوكلي حقوب كوا مصو قلام بها اللي يرى هذا مركز تتكا لما قاردود واتتكا اسكو قاردة تشوغا واحد اللي يما اسكو مضل عبا مسوا كلا مضل markii laba qaaradood la kala joogo xukunku ma soo gali maayo nizaac aanu ba iimaan mahay arintan markaa hadda dadka u ah dhibaatada oo meel hebla laga arkay ah wax badan baa laga hadlay laga hadlay laga hadlay waan gaari doonaa shuruudda soonka waxa kamid ah qaabiliyadul waqti in waqtigu in la soomaa ay banaantahay ba shardiya
قبضة حيضة أيوة حيض قبضة داي صورت وأنا عسيت سمكن وقلت إيه ماي يوم مشك يوم كلام مالك شعبان 30 صدق كذا واحد سونين هذا تكون صنطه سمكن وكون تيم ماي عاسين وات مالك عيد وكل هذا صنطه سمكن وكون تيم ماي عاسين وات قابلية الوقت وشدة قوي وشروط الصحة أفرتها قاري دونه بيكمل إن وقت وياه وقت صان أقبلها مركا أرنتان آه سعودي بعد صامينا أيضا هذا واحد اللي يرى هذا ما لا يحس توه ما يقال سنة كده ويد هذا وذكتهن سعودي وحصو صاري إن خلاص هيد ما نكون تدخل عيدي إذا عوين كنا بيكفى فيه إن خلاص تدخل عيدي مركاسي واحد يرى ده أنت أس أو بليون أو ريال يعني دتك يا جوا حروق بحنا إن كفار ما أنت خلاص كهيد إن عيدني oo maali soo na aan ka tagsiinay waxa la waydiyay dad badan baa idin raacay ka war kuwaas amal wax amal laga aqbalaa ma jiraan bayna maxay noo raacay anagu cidna ma raacno yaman ma raacayna inta noo jiray yey halay soo qabsaday yaman oo inta noo jirta ma raacno lama raacan markii qoladana raacday markii hore cibaadadoodu cibaado salaysan ma aheyn bayna anagana xaraj naga ma saarna waruna ayaga xaraj ma saarna أيها هذا الشوقي محي نقدن اتبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا آيات القرآن كه إله النجا والرما يعد كستو عد بعد كل رعدة إنه هذا كريم أرنتاس مركا وأرنتا وجدرن أودت كذي بعتذا كل نقطي إن شعبان نحدا ذرا صام كلا قبل أبوه رمضان نحدا ذرا العفرو أرن مال هاي سترما عبادة ذا وحل إلى هذا من يقول عبادة على اتباع عبادة وحن اتباع هاي اللغة مرائكم قياس ملها قف كنا هذا وحن عبادة هاي كل عبادة استو الدنيا ده الوجود ليا سيد الله القرآن كيس النعوش هو الدنيا كالوجود هاني ليا وحن عبادة هاي مركل عبادة كل جاتو أو طريق الله قال طريق أنا هاني أدله هو تقرب تو هو عبادة استو أرين تاس مركا هل إسكداي سعودي بقى كسوما هيا أو كافر هيا أو معارض بعد حتى نغنيسا هذا أنا مركي لقاه الله مريكا روكلة إقليم كان أمريكا نورد أمريكا إقليم هان مركي اللي يرى هذا ضد مسلمين أو أهل الهلال أو بل والبابا أو إلى اليسير الشرعي أو أقلا أو هي أدأ أيا سميسن وأكواس كواشر وكو يقول يا إيراد هذا غيبت سجنانت وحلو سومي كرا والله ما ذا قيمون أركتي أما إكمال شعبان وسيدي النبي ناشع عليه سلامة وسلام الله جارسيي هدي بيش قلبت الدبايض ونير هذا أركتو ما هشرق قلمين إلى لطي قلبت إلى لط وحاس أورن حديث تاسد عن نوسي فيس حديث كإمام مسلم أورن هيج وكيها عبد الله بن عباس بشار أرجن مركز الدت كيسكو قبتي وصدح يا والله مركز الله رسول الله عبد الله بن عباس واحد يركوا الرواة تمشي والله يا وصدح وانسكو هاي الناي عاو ويجري نبي قال نجري بوجري وأهمين كعاد أرجتان همين كهري سما ركاسا سيد عمر قرى الذي سي بنايه وكل دينها يعيد ما ضبي كم ذا هيدا ولها بش أيضا وين بين دلتا يهذا ير بين دلتا هداد مال إني ماذا بش عرقتان وطيعة وأجادة إلا لبن نن أو مسلمة أي مرقاتي فراش لك لا من دلتا وح مرك عضو هذا عضو دون دون تو وح عن سلاي سنين مجرو بش أقولي بقى وح اللي على أحكام رمضان الحاق بقى وما باهنا حكم لقد بقى يوم وما باهنا لأنه وحو وحابا عليه الصلاة والسلام نبي صورنا ما بالنوص يا شروط الصومك سجنانتي صورت وحي كنا لطبش واتاس شروط الصومك وحي يلت وحي ليها لجل هذا شرط الوجوب هي شرط صحة مر واسده كوكوة جبهي مرنا واسحد ويكل دوينه أما واكل شرطي
صوم كوجوب كيسة إسلام نيم أو شرط يوقف قادوس المسلم هاي هدي هرت إسلام بأمرك هر الله أرنها يا إنك استول لي هذا قال هذا فروع ذا واللوع ذا بقى سيد القرآنكم موجين هيو ما سلككم في سقر لم نكن من المسلمين بيرنها يا صوما إن فروع ذا اللوع ذا بها يا مغتا لكن الأمر ما هيو إيمان بأمرك هر الله أمرها يا قال هدي إيمان كل جهل أنا وحي أو كتجا يا صوم يا صلاة ها لو عذاب مهي للذين كفروا وحدو ترى هذا بالي القوة قال هذا هدي قال نماذا كره بطومان وحي هروا الله دافي إسلام نما شرطية بلوغ با شرطية وقف قدوسا قاين قارين سنك كما واجب هاي كما هلا إنا كما أصحاي سحابي با شرطي وشروط قارا وانقاري دونا وجوب كمرك واجب كقول نقول هيا إن هذا كان قارتها شرطية هذا كان قار هاي كقول واجب ما هيو نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها رفع القلم عن ثلاثة عن السبي حتى يبلغ أما حتى يحتلم باكم ذها سبي إلا أقان قاره ومرفوع القلم وحبه وجوبه مسارنا لكن سبي قوى الأمر هيا مرك أو كرك على الأمر عبادة الأمر سبي أو سمين لي له ذو أو أدوكته أو صلاة تضوكو أمر لي له تمنى كوك راع صوم كسيدا سو كليها صوم كوحا وزي هذا إنطاقو إنو كاريكر المي وحا الغيابة إنه كم وقت أول الآن صلاة لكن إنطاق بضن ومبهن صوم كسيدا وكلا أيتهي حاج أدو أسميس المي يرايد وكلا عبادة المها يرلو سميه ثواب كيسا قيبنا والد كاله أسنا من توكلوا لي أسل كوالد كايرا أسنا من توكلا الله قري ذنبنا الله مقرهي وإلهي كرم كيس مركا ما أرن كريسيد حسنات الله قري ما هي عبادة أو هاد وحي نقونا إسا علمه وحان دانو أغوشيرنا حرجة إلا صارو دي اللي يرى العبادة ده هالوقا أمره هالوقا رأى عاجرنا كوه اللي ماي نمان نمان كاس إسكتات كاس ده علمي إسكبرته عن علمي قرأت علمي عن أبرا نن طريق قيسية ون إسكبرته يان كاي مقلاية همين ده حذر تي في بوكاه الله يا وحلي المها يركع حسنات أن الله ما قره دم بين الله ما قره حتى لو الله عقب هذا حسنات دوقري وعمل كاس سمي له يا صلاة ده هالوقا رأى على وجهه المها والله قره والد كسر والله قره قرآن كاس أو بران هيو ما أنتوا الآخرين هيو كلمة آية القرآن مركو آخرية أجر جدي إلهي وحوق قرها يا أبيه يهودي يا والد كيو سببها يا معلك إسي أسجن وحوق قرها يا مركا القف كونوا قان جاري هاي بشر دي مركا وكو واجب هاي صوم لكن ساس الله أمرها يا يو هدي أو أول لي هاي والله أمره أجر بونو كهل هيا أسجن يا والد كيسبة عقل بشر دي هدي قفك والي هي مايا وسيدي هذا حديث كان سومريني وعن المجنون حتى يفيق وي مجنون كان والله يكر يعني قلبك الا وكم يسدو وغيب كم ذا اللي يراه هذا مرض كا ان كستو اسغا ان قد لا لو له مقما عليه او كلا وا لو يلان هيا وا مرض لكن جنونك وا مرفوع لغم الله هم بمركه هرنا سون كان صحيح ما هيو هدونا قديه سي لغم الله مركه هرنا كمان صحيح وحا شرطية أو أفرة قبل لي حيضة ينفاس منا إنا نقبل مركه سون كوكوة جبه هيو وتي عايشة لهي كنا نمر بقضاء صوم وحنا الأمر هي صوم كقديه سا ولا نمر بقضاء صلاة لكن صلاة قديه دانا لما أبريني وجوب كاس وحوي عذر دار أديدي إن الصوم ط من عجان وحلوادو صدق غيب كم يدويه مع نيسة هدي اللي يراه ذو وحلي يراه ذا قبلنا مركب ليكو كسر على ضع في باكو الصغر أود ذي بس عطى صوما صوم كان وحو سمين هي ضع في كله مركب الله ولا ضع في يعقوفكي وحي نغنا يسا إن يس نبات الجارتو حتى هدان ضعف جارين وما أصح عبادة داس وإنت بدن بدي عبادة وقبرنا كمان صحده وحد ذكر يا وحي لم يضع هاي
يدعاس وجوباتك أوطن أما وحيابا فرائشة أوطن حجك أوكلة سيدوكلة نقن دوافك أمبالو الدين ودوافك صلاة هالليرة أما مسجدك لكن انت كلاوي سمين كرتاين كسر عبادة طاي قبادة مركة وحا شرية إني سنديق يقابل نفاس منه هو أنت هذا ما أنت أيضا أو سومنديق وكيما ذو وابري سوم كيد عاو كقوى ayadoo mayratay ayadoo mayran labada way soo bi karta junubka iyo ayadoo ba asagoo wali qubaysan qofkii waa soo mi kara marka asagoo sooman buu qubaysanaya laakiin hadoo maalintii ka go'o markaas baqiyato soom baqiyato naharka inay iska afaysata walaaysan aanay wax cunin laakiin waxba waajib kuma ah hadoo maalinnimadii ka go'o waxa shardiya marka uu waajib yahay soomku al qudra ala soom إنه قف كي كي يهي قف أودو لإنه صومو أودو ريدا سمركا يا غيبا غيب وحاكو غاري دون نار رقستا هو غيب توينو قف كي كيفيدا سيدا إلهي بقرآن كي سعوه قفص حي فمن كان منكم مريدا أو على سفري فعدة من أيام أخرى إلهي أولي حنون كأوكالي إيا سفر كا iyo wixii lamida fa'idatu min ayamin ukhra ana utalla qofki waxnu san yahay maya wa gabadhi waxa weeye wa murdico maya wa hamilo waxas oo dhan wa marid wa maradki maradkaas marka laba u qaybsama qof aan qaba marad oo ka biskooni oo daabu sanoga biskooni ama حنون كيسا مايوسا أو التجربة ينو مايوسيا قفنا وقف حنون رجل لقى قبا إنه بسكودا قبا قفكو هدية وياي حنون كيسا مايوس حنون لقى قوستي وكال ليه مدذهب حي عبد الله بن عباس آيات القرآن كامر كي فسيرها يوحي اللمضة waxuu yiri asagu sheekh weyn ama duq weyn maalin la arkaba miskiin buu qoodin qoodkaas marka maalin walba la siinayo ma aha bariis ka sanbu siinaya sida riwaayada kale oo Abu Hurayra uu warinayo leeyahay man adraka hul kibar falam yastadi' sawm ramadan fa alayhi li kulli yawm mudd min qumh daam kale sheegaya waa midkaas abdullah ibn umar sidoo kale idaa dhaafta ani sawmi hadaa sawmki ka dhaifto oo aadan awood u lahayn oo dib dambe dhufi aan ka zuulaynay tahay aad cimcan kulli yoomin muddan boosna leey ana sanadkii ugu dambeeyay mudadkaas uu bixinayay baa la yiri maalin la arko mudka sanadkii ugu dambeeyay daaweyn buu ku iyo ku dhintay marka hanuunkaas sidaan hadda dadku isaga furo isaga fududaysta ma aha hanuunku ko waa inaad horta ogaato in aadan soomi karin laba waa in oo maayuus yahay oo hadhowto aadan israjo qabinin inuu sanooyinka dambe xitaa sano ka badii han noqoto inaad xanuunka ka ficnaato oo maayuus yahay adiguna aad aragto dhakhaatiirtina ay saw cadayso laakiin xanuunka hadii uu yahay hadda soo rabaa u bato xanuun ay soo ragalta inaad ka biskooto waad iska afurin marka aad kari kartaa qofka hada waxa aad kaysa gaas baan leeyahay sokorta dhacaysa maxay ba kana oo dadkii la iska sahladay oo la leeyahay baan bixinaya qof baan waa sida aad sheegayo waa mud 600 oo garaam niskiila iyo 100 garaam oo raashiki fidri lagu bixin jiray cibaadadu waa itiba qiyaas ma laha cibaado sidii sharciga islaamka ay u timid baad u raacaysa ما هنسان عسان كفي عن يوحى مدى اللبات هداد ما أنتي مثلا أدى مع المهن وكالي ساعده وانيريه قفك وحى لغاية باسو اسكي الرون وشيخدي ساما جاسكي ساما سكرتيسو مع المهن عادقة أو سومي كارو إنو مع المهن سومي وايو هورتا واد مركور واد نييسان سومكي مركاد حميل ويدا واد أفوري بري هدانا نييسو هذا الحميل ويد عفو
bari dambe niyeyso hadaad xamilo hadaad xamisho dhamayso intaad soonkaagii soo soontay shaqadii bilowday markaad xamili weydo waad furi karaysaa asxaabu lxiraf dadka beeraha qoda iyo dadka maaragtay guryaha dhisa iyo yaa barhigii hore yaa u darnaa laakiin hadda dad cid walba way noqonaysaa shaqooyinka aad adag dadka haya habeenkii inaad niyada ka tagtaa ma bannaana oo aad tiraahda maanta shaqadaan hayaa ma aha shaqa aan ku soomi karo waa waajib inaad soonto haddaad samayso sidaasna caasi baad markaad laakiin xamili weydo baad yaada furi hadhowtana waad qadaynaysaa soomkaas marka dadkaas ay ku adag tahay shaqadu ku adkaatay iyo kuwaas gaajadu ka qaalib noqotay iyo kuwa oonku ka qaalib noqday dadkaasoo dhan waa asxaabu daruuraat yacnaa waa dadkii dhibaatadu ku timid oo inta waa furo qofku ayuu hadhow taqadaynaya fa ciddatu min ayaamin ukhra weeye shuruudaas waa shuruudulwujuubka intaa qofka afartaa shardi islaam weynuu yahay baaliq weynuu yahay caaqil weynuu yahay gabadhii qaabiliyatulwaqti baa shardiya qudraa shardiya shantaa shardi waa xagga wujuubka qaybuna waa sixada oo waxaa lagu kordhinayaa macnaha waxay noqon islaam dadku ka asixi iyo tamyiiz markii hore maxaa lagu yiri wujuubka buluuq baa lagu yiri soomaa aad mukallaf tahay laakiin sixada waxaa u shardiya tamyiiz ilmihii hadduusan qaangaar ahayn laakiin mumayiz yahay waa ka ansaxaya sixadiiyo wujuubka waa kala lab shuruudulwujuubka islaamnimo baaliqnimo caaqilnimo alkhuluwa can ilxaydi qudro shantaas waa wujuubka sixadana afar baa la yidhaahdaado islaam iyo tamyiiz iyo anniqa can ilxaydi waa nifaas shardiga afraad qaabiliyatulwaqti baa shardiga sixada waqtigu waa inuu yahay waqti soon la soomi karo waa inaysan ahayn yoomu shaki waa inaysan ahayn ciid waa inaysan ahayn maalmihii soon kale ayaamu tashriiq oo kale waa inaysan xitaa ahayn nisfa shacbaan ilaakhir man lam yasum qablahu maalmihii markii soonka la nahiyey ee soonku marhiga ahaa soonka agu waynaanu ku aadanin haddii kale ma ku ansaxayo lidalika waxaa la gaarsiiyaa mathal qofka maxbuuska hadduu ijtihaado maalmihii soonkii bilihii baa isaga darmaday waa maxbuus qabla rabadaan buu soomay waxba kama jiro maalinta bishii rabadaan buu ku aaday waa saxiix bacda rabadaan buu ku aaday waa saxiix waxba uma caddaan waa saxiix afartaa xaaladood buu noqday soo maa markaasaa waxaa la yidhi hadduu bacda rabadaanta ku aado oo waa saxiix aan nidhi mathalan shuwaal oo kale hadday tahay maalintii ciidda waa ka baqaa ka go-aysa oo ansixi mayso waa inuu dib ka qadayo qaabiliyatu waqti maana asna maba ogey hadduu ku aado bishii la oran jiray dilxijoo kale baa soomkiisii ijtihaadkii ku aadiya rabadaan ugu soomahay maalintii ciidda iyo saddexda ayaamu tashriiq afartaas oo meesha waa ka baxay aduu rabadaan ahaan baad u soota marka qaabiliyatulwaqti baa shardi ah haddaan maalintu soon aqbalaynin maanta oo dhan ama masaajid ha lagaaga qayliyo ama ha lagu faro waxba kama jiro waa soomkan hadda ugu daran oo la sooman yahay maalinkii shacbaan u dambeysay aakhiru shacbaan ayadoon xujo la haysan la soomahayo waxaa u sii ziyaadaa sixada la-aanteeda waa kii lahaa saxaabigii weynaa faqad casaa abalqaasim xadiidkii imaam albukhaari iyo warinayeen maalintaas lagu shakinaya soomka ee aakhiru shacbaana qofka soomaa faqad casaa abalqaasim mar kale nebigou leeyahay xadiid badan oo saxiixayna maalin soomka ha kala hormarinina laba maalmood ha kala hormarinina aragtida ku sooma araggeedana ku afura wax kugu kallifa lama yaqaan qaybtaas waa shuruuda qaybta labaad oo maahiyada ah oo waxa in la ilaaliyo loo baahan yahay ah waa arkaanta
arkaanta qofka saaimka ah oo qofkii aan soo marnay waa muslim mumayiz maanic cawsan ku qunsanayn qofka soomi kara niyada oo soomka la niyaysto baa rugni ah niyada marka sida aad og tahay niyadaa soomka lafteedaa shuruud leh waa inay niyadaasu jaasimo tahay taradud ma soontaa mise way iska daysaa maya waa inay mucayano tahay sooma qadin can rabadaan aysaa u cayanata berito rabadaan inaad ka soonto nadar inaad ka soonto kafaara inaad ka soonto mucayano waa inay tahay tabyiid mubayita waa inay tahay tabyiidisay man lam yubayit siyaama qabla alfajri fala siyaama lah waa kii xadiidkii ahaa tabyiid baa shardiya inaad hameynnimo sii niyaysato marka niyada laga hadlayo cibaadada waxaa la yidhaahdaa maxaluha awalu lcibaadaat markaasaa ila soom baa lasoo isitnoodaa dadkan hadda waxaan aada ula yaabay qofku markuu islaamnimada ku soo dhasho nimcada inta badan ma dareemo laakiin dadka soo islaama baad arkaysaa wax badan oo adiga aan kugu soo dhacayn bay raadin ama dabagale raggaan hadda masjidkeennaan ku taxa nin ka mida oo dadkaa soo islaamaya weligay qof soomaaliyah i weydiiya ma arag ama cid weydiinayabaa i weydiiyey wuxuu yidhi cibaado kasta waan arkay marka la bilaabahayaa la niyaystaa way soomka hameynnimo loo sii niyaysta weligay qofka la i weydiiya ma arag ama cid weydiinaya waa su-aal dee aada u weyna marka waxaan ku idhi soomka waqtiga uu bilaabanhayo oo fajrigu dhalanhayo in niyada lagu aadiyaa ma suuroobi karto waa arrin xaraj ah oo qofka la yidhaahdo ila salaada markaad allahu akbar leedahay ood ku aadinaysa waad garan kartaa laakiin fajriga duluuciisa ku aadi niyada qofna ma samayn karo markaasaa ruqsad ilaahay dadka uu u sameeyey la yidhi habeenkii sii niyayso bacda ma aan xilligaas tacaaqub la samayn karin markaasuu aada uga helay jawaabtii oo aada ugu qancay oo wuxuu gaaray inuu yidhaahdo si uusan weliga u xamdi noqon u xamdi noqo macnaa ilaahay xuduuddiisa markaasuu haddee mar walba wuxuu leeyahay waxaan ilaahay markhaatigi ka ah inay diintaanu samaawi ilaahaya tahay marka cibaadada kale oo dhan waxaa la yidhaahdaa awalkeedaa la niyaystaa laakiin soomka habeennimaad sii niyaysa leannao ma suuroobi karto in la yidhaahdo fajriga ha lagu aadiyo marka tabyiidkaasaa shardiya maxaan idhi niyo majzuuma ah oo mucayana ah oo la tabyiidiyey oo tabyiid habeennimada lasii sameeyey oo mukarara ah weliba inay mukarara tahay baa shardiya macnaha maalin walbaba aada niyaysato ma aan habeenka rabadaan intaad sii niyaysato inaad tidhaahdo aniga habeenkaasaa niyaysanayaa maya waa inay mukarara tahay ood habeen walbaba niyaysato berita inaad soonto ood rabadaan ka soonto liannahu waad og tahayo maalin la arka waa cibaado mustaqila dad hadda meelahaas waxa ah isku sheeg sheega haddii qofku yidhaahdo rabadaan awalkiisii niyadii habeenkii koobaad aan niyaystay baan maa habeenada dambe ku soomahaya waxaa ka dhalanaysaa maalintaa hore hadday fasaado maalinta dambena inay fasaado hadday maalintaa dambe fasaado maalinta hore inay fasaado ood wixii hal cibaadaa ka dhigto maya waa laba cibaadoon shaqo isku lahayn shalay fasaadkeedii berito shaqo kuma laha beri fasaadkeeda shalay shaqo kuma laha mid walba waqtigooda wuxuu ku galaa duluuculfajriga wuxuuna ku baxaa quruubu shamsiga maalin walba xukumkaasay leedahay marka inay mukararadaas tahay la tikraariyey ayaa shardi ah marka niyada waa sidaas oo maahiyada soomka la rabo in la ilaaliyo waa middaas oo niyadaas soomka sidaasuu nabiguna u leeyay calayhi salaatu wasalaam
وإنما لكل امرئ ما نوى وح هذا النيسن ما هي ليسن عمل هذا النيسن كوما صحاي قفل بوحي أو نيسته أيوب لي حد هذا وح اللي هذا أحكام بضم بين هذا محاكم إذا تمييز العبادة عن العادات أو تمييز مراتب العبادة هذا هذا هل كاس لبرك عودت كنت كتو محال وكلا قرن كرا سني واحد نيستي ما لبس سناها ما لبس صحها صبحها هذه سنتها مراتب هذه ظهرك ما تيجي صبحها ما ما لبس كسلة الليل لها لبرك عودت بالله تكتي تمييز مراتب العبادة أما تمييز العبادة عن العادات عبادة هي عادة يا الوكا لصار هي هذا هذا هل كاسك شعور قبي سنة يسو ما واحد كقبي سنة يسال جنابه ما واحد قبي سنة يسال جمعة يو شيء صنع ما واحد قبي سنة يسال تبرد يا قبوسي ما واحد قبي سنة يسال تنظف يا سنظيفين ما هكا لصار هي نيادة تمييز العبادة عن العادات أو تمييز مراتب العبادة أو عبادة مراتب تدي كوكا لصاريس مقصود كذا حسن كأسل كاللغة جدا نيادنا واكاس وانا سيداس أو النبي عليه الصلاة والسلام نوبره هايو إن العبادة نوع سيحي ني نيالا عانتين مركا نياداس باسوم كأباهان يهي آنري مجزومو أن تردد لهاي ايه هذا وان نيستي عاوة إنا تصونتو مركاس هاد قاعد ستي هذانا إن هذا بريسومين أنت واجد الآن نيادا سوى برت هذا كم جرى لكن وين نيستي إن صمتوا سلادي بكون على تي مركا كبعد بعد قاعد ستي ما علمتي بعد قاعد ستي إن صم كي تبيسو إلا أت تبيسو وكمان بحكرت نيادا عمل كي بعد كل حكرتها كمان بحكر مركا وح عنتو أما وح كلا وح فساديات سما يسبوه وشبهية وعزمي صلاة اللي يرى هذا أو ضيقة هذا 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 صلاة كتير عزمي ده إن هذا كبح هذا صلاة دي صلاة ده دي وبرت هذا تعليل شيء سوء أثر هذا هذا واحد سوسة قارو هذا كارد قاقو وكبح هيا صلاة أما واحد سوسة إساس رضا صلاة ده دي وبرت لأنه صلاة هو ضيق اللي يرى هذا وحبا ما حمشوا صوم كل لكن معها هذا هذا قو أنستو إن صوم كي كبح هذا أني يستو إلا أتكبح هذا صوم كي وكتيره وحكوها يا صو هرات بدن أما قاتش بدن الله لو حسك عم باتير عزمي بات سميس هيا دي بعضو سيدكتي دي بعضو سيدكتي واحد تقول أستين أتكب بحضو دي بعضو سيدكتي غرة هذه باكو غرة عضي باكو كتير صوم كاجي إلا أروح أنطق صوم كي ما تباهي هدي لكن محن رحمي نمدي أتكن نقطه أيضا ولي سلام دينا يا كان نقطة إن النية دي صوم بري هذا الصومين قا أنصتي سواء برتي مرة بدو إن النية ستها لكن وحبا أمد من توه نية داس شيء فساد أو فساد رمضان أو أنت واقع ولا لا تسمعي سوى حبا أمد منه إن بري صوم تان نية ستة وحبا أنت مكي كبعدي وحبا ودي من ماي جماعة بعد سمعي سوى مكي كبعدي النية ستة وحبا ودي من ماي شيء كسته أو مناف الصومعة مركان نيستك بعد هذا سميسي صوم كأي حبوب نيم هاي أنت واقع بري هم إني بعد عصير سميسي وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ياهي بعنا له عنا أو عب إلا أي سلادو يدين دلته شيء كان منافي قاهم مركان الله تبي بعد النيدي وحوم نيم هايو لكن هذا عزمي ذا إن أتكب هذا صوم كي واقع نيم هاي وقائسة صوم كاي وقائسة مر لمدينة نييستو أيين نغانيسة مركا نيادونا واقاب كاسو مدداسا الارهباء نياداس مجزومة دا ومعينة دا ومكرهرة دا ومبيدتا دا هلا بديها من نمدى لسين نييستي وصدا او إلاشن قفك منويقا هنا ويهي قفك مسلم كا ومميز كا ونييستي وان مانع حقوق السنين مانع حيث دي النفاس يوحلا مدى وقت يقول إياه وقت قابل الصوم وقت قابل الصوم هن ما أنتوا نهدان نيسان يسوا وقت وحنا ما يملي وفقنا وكاسي هاي إن شاء الله تعالى هل كاسو عاون نوتشوجا هاي ما أنتي نوتشوجين وحان كحجين دونا قيبها كله أو وحان قفك لازم كأ إن أو سمايو
oo taxafudka ah oo ilaalinta ah oo u qaybsan qaybta wujuubka iyo qaybta makruuhaadka sawaabka ka tagsiinaysa waxyaabaha mustaxabaadka oo in soomka loo ilaaliyo iyo waxyaabaha ka waajibahayo oo xuquuqda kala soomka iyo acdaarta uu leeyahay qaybahaas dambana waan gaari doonaa insha allahu tacaala wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.